نحن بداية نحمد الله تبارك وتعالى أن خلقنا مسلمين، ثم نحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمة سيد الخلق والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ثم نحمده سبحانه وتعالى بأن أورثنا سبل الهداية وطريق المتقين. الله سبحانه وتعالى وصف الزواج وسنه لأكرم الخلق عليه، وهم عباده المستقيم من الأنبياء والمرسلين. الله تبارك وتعالى جعل لأنبيائه وأصفيائه ورسله أزواجا، وجعل لهم بنينا وحفدا، ورزقهم من الطيبات. الله سبحانه وتعالى الذي سن لنا سنة الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الزواج سنتي. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لذلك أيها الإخوة الأحبة، هذا الزواج هو شعيرة من شعائر الإسلام. هذا الزواج هو عبادة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. الزواج هو طريق السلامة والعافية والرضا واتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسير على خطى الرضا، رضا الرحمن الكريم. لذلك أيها الإخوة الأحبة، نحن اليوم هنا لنشهد هذا العقد المبارك، ونتذكر وإياكم أن الله سبحانه وتعالى أوصى الرجل بامرأته وأوصى المرأة بزوجها، فإن الإسلام جعل للزوج مواصفات يجب أن لا تخلو منه، وهي صفة الطيبة والكرم والإحسان وحسن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب الرجل الكريم، لذلك قال: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار، والعياذ بالله. فالإسلام يحب الزوج الكريم، الزوج العطوف، الزوج الذي يهتم بامرأته ويحسن إليها، لا يبخل ولا يمنع عنها ما تحتاجه من طعام وشراب وملبس وسكن مريح تهنأ فيه وتعيش فيه أسرته بحياة كريمة. فهذا مما يوصي به الإسلام رجل، وأن يكرم امرأته فلا يسيء إليها ولا يضربها ولا يعنفها ولا يسبها أو يسب أهلها أو يفعل أي شيء مما يجرح كرامتها أو يؤذيها. وكذلك يكون في بيته رحيما عطوفا. والإسلام أوصانا النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم آخر وصيته قبل أن يغادر الدنيا كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، بل قال: استوصوا بالنساء خيرا. فهذه المرأة التي أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحبها، قال: أحببت من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنساء هي عبارة عن هذه المرأة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها تحت جانح الرجل، تحت جانحه، لا ليظلمها ولكن ليعطف عليها ويحميها ويحبها. فالمرأة وهي صغيرة هي ابنة، وحينما تكبر فهي أخت، وحينما تشب فهي زوجة، وحينما تزداد في العمر اقتبالا تصبح أما. لذلك فالإسلام يوصي الرجل أن يكون كريما مع المرأة، أن يحنو عليها، أن يحميها، أن يحسن إليها، وأن يكون مثالا طيبا ونموذجا في ذلك. كما أن الإسلام يوصي المرأة بأن تكون زوجة صالحة، وأن تكون أما صالحة لأبنائها، فهي مستأمنة وهي قيمة كبيرة في بيتها وفي حياة أسرتها، زوجها وأبنائها. لذلك فهي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها المرأة الزوجة الصالحة، إذا نظر إليها زوجها سرته، يعني تدخل السرور في قلبه حينما ينظر إليها، وإذا غاب عنها وإذا أمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها أبرته، وإذا غاب عنها حفظته بنفسها وماله. فالمرأة المسلمة تحفظ غيبة زوجها، ولا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه، وهي أيضا مستأمنة على ماله، لا تبذر ماله ولا تسرفه أو تتلفه إلا بإذنه، لأنها مستأمنة وهي في بيتها سيدة، وهي أيضا مستأمنة على أبنائها وعلى ذريتها. لذلك أيها الإخوة الأحبة، الزواج مسؤولية، هو نعمة من الله تبارك وتعالى، فيه الساعة
السكن، فيه الأمن، فيه الراحة النفسية، كما قال: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلكي يتم السكن ولكي تهنأ النفس لابد مما جعل الله سبحانه وتعالى منه كرما، أن جعل الزوجين يتوادان فيما بينهما، جعل بينهما محبة ورحمة وأنسا واحتراما، مما يجعل الحياة تستمر ومما يجعل النفوس تسكن. لذلك أيها الإخوة الأحبة، فالإسلام أوصانا بالمرأة، والمرأة والرجل كلاهما يأتي من بيئة مختلفة أو من نفس البيئة، لكن ربما التفكير مختلف، فهذا الأمر يحتاج حتى تنسجم النفوس وحتى يعني تعيش في سياق واحد، الأمر قد يحتاج وقتا. لذلك فأمر الرجل أن يصبر على امرأته، وأمرت المرأة أن تصبر على زوجها، حتى يجتمع يعني شمل القلبين، وحتى يصبح التفاهم بينهما أمر جدا ممكن. لذلك فالإسلام يعني أوصانا وأخبرنا أن الكلمة الطيبة بين الزوجين صدقة وفيها ثواب، والابتسامة أيضا بين الزوجين فيها ثواب. فإذا ألان الرجل الكلام لامرأته فكان رحيما في قوله، عطوفا في قوله، يؤجر على ذلك. كذلك هي بابتسامتها وحسن عشرتها لزوجها أيضا تنال الأجر والثواب. فليس إذن في يعني التنازل فيما بين الزوجين والتراحم بينهما، ليس في ذلك أبدا خسارة أو يعني خسارة للرجولة، وإنما فيه أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى. لذلك نوصي أخينا إن شاء الله عمر وأختنا ليلى بأن يكونا إن شاء الله مثالا للأزواج، وأن يكونا خير زوجين. فالزوجين المسلمين يبدأان زواجهما بكلمة الإسلام، بكلمة التقوى، بما أحل الله سبحانه وتعالى، ثم لا بد أن يكون بيتهما بيتا مسلما، يقومان للصلاة ويقيمان ما أمر الله في حياتهما. وإذا أكرمهم الله سبحانه وتعالى ونجلهم ذلك بالبنين والذرية، فنعلم أن الأولاد أول ما يتعلمون دروسهم يتعلمون وخصالهم وأخلاقهم يتعلمونها في البيت قبل الذهاب إلى المدرسة. لذلك فإذا كان الأب والأم يتكلمون فيما بينهم كلاما رقيقا لينا محببا، يأخذ الأولاد هذه النفسية مباشرة من دون توجيه. إذا وقفت الأم للصلاة وقفت بنتها إلى جانبها، إذا وقف الأب للصلاة وقف الولد إلى جانب أبيه، وهكذا أيها الإخوة يعني يقتبسون أخلاقهم وسلوكهم طيب. لكن لو كان غير ذلك فحين ذلك نحن أيضا مسؤولون أمام الله عن سلوك أبنائنا وتربيتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون إن شاء الله تعالى اقتران وزواج أخينا عمر محمد صالح حامد من أختنا ليلى محمد فايل إن شاء الله زواجا واقترانا مباركا. نسأل الله لهما التوفيق وإن شاء الله الحسنى في كل آن وفي كل حين. إن شاء الله نجري الآن العقد الشرعي بين والد العروس ليلى محمد فايل، أخينا الحاج محمد خليفة الصادق فايل، مع إن شاء الله أخينا العريس عمر محمد صالح حامد، كما يعني يجب أن يكون. إن شاء الله بايدة كثير يا عمي. محمد خليفة قل له بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأصالة عن نفسي. بالأصالة عن نفسي. وبوكالتي. عن ابنتي. ليلى محمد فايد. ليلى محمد فايد. زوجتك. زوجتك. موكلتي. موكلتي. ليلى. ليلى. على كتاب الله. وعلى سنة رسول الله. سنة رسول الله. صلى الله عليه وسلم. وعلى المهر المسمى بيننا. وعلى المهر المسمى بيننا. والله. على ما أقول شهيد. عمر قل بسم الله الرحمن الرحيم. قبلت زواجا. موكلتك ابنتك ليلى محمد فايد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى بيننا والله على ما أقول شهيد. أي محمد قبل؟ قبل؟ عمر قبل؟ قبل؟ ونحن على